السلام عليكم اخوتي، ان شاء الله اتمنى تكونوا مزيانين بصحه وجيده ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم جيتكم بواحد الفيديو اللي جديد، اللي هو مهم بزاف 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 نتاع الناس كيكتبوا لي في انستغرام وكيقولوا لي ودي هضرنا على هذا الموضوع وشنو هو السبب. الموضوع اللي جيت نهضر لكم فيه هو سبب رفض الفيزا نتاع التجمع العائلي، وكيفاش بنادم وشنو هما الاسباب، كيف يدير بنادم باش ياخذ الفيزا ان شاء الله، وشنو يدير من بعد مين كيرفضوا له الفيزا، شنو يخصو يدير ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وديروا اشتراك وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش الفكره توصل لكاع الناس كاع. وبزاف ديال الناس يعني كيتيقوا الاوهام، وواحد يكذب عليهم هنا وواحد يكذب عليهم هنا، يدير لهم الوساوس في الراس ديالهم. هادشي ما كاينش منه، من حكم التجربه ديالي اخوتي، انايا راني نحكي لكم من قلبي وغادي نعطيكم معلومات اللي كنعرف انا من القلب ديالي. وشنو هما اسباب رفض الفيزا؟ السبب الاول اللي كتخلي القنصليه كترفض لك الفيزا وكتخلي هنايا في ألمانيا كيشكوا ملي كتدفع لهم الدوسي ديالك وكتسنى ديك 8 شهور تاع التيرمين، الا لقاو عندك داك الشيء مريقل راهم ما غادي يديروا لك لا انترفيو لا حتى شي حاجه، كيعيطوا لك السلام عليكم فلانه ولا فلان اجي الفيزا ديالك راها واجده. والا شكوا في شي حاجه كيعيطوا لك يقول لك جيب الباسبور ديالك غادي نديروا معاك واحد الانترفيو. فهمتوا اخوتي؟ والغلط الاول اللي كيديره بزاف ديال الناس هو ملي كيمشيو يدفعوا الترمين للقنصليه ديالهم. هذيك ماشي مشكل، يعني القنصليه اللي في الرباط نتاع المانيا كتساعد الناس وكتوقف مع الناس وما عندها حتى شي غرض بشي حاجه. وعلاش التاخر؟ وبغيت نقول لكم علاش عاوتاني التاخر ديال الترمين. هذه كل حاجه بايطاب ان شاء الله. السبب الوحيد ملي كتمشيو كتدفعوا الاوراق ديالكم في الترمين كتدخلوا، المهم كتشدوا التيكي ديالكم كتشدوا التور ديالكم كتمشيو عند هذاك اللي كتدفعوا له الدوسي الاولى، هو راه ما ناسيش، هو راه كاتب كلشي في الورقه، كيقول لك فين عرفتها، كيقول لك اول مره فين عرفتها فين شفتها. ثاني حاجه كيقول لك والله يا ربي تفكرنا بالشهاده، لي دات اللي جات عندك فيهم المغرب، او لي دات اللي جا عندك راجلك فيهم المغرب، يعني كتقول له الشهر والعام. وشنو اخر؟ فين تعرفتو اول مره؟ وشنو هو لا دات نتاع اول مره اللي تعرفتو فيها، اول نهار باش هضرتو فيه؟ هو كيكتب كلشي. وشي مخطرات كيقول لك اودي قدم لي نفسك بالالمانيا، شي مخطرات ما كيقولكش كاع، صافي كيقول لك كيطبع لك واحد الطبعه في الباسبور واحد التامبو كيدير لك في الباسبور، كيقول لك روح لنا لواحد الشهر ونعيطوا لك. في ذاك الشهر ولا في ديك 27 يوم الا ملي كيدرسوا الملف ديالك، هذه كنقول لك ملي كتسنى الترمين 8 شهور 9 شهور كيردوا عليك وتمشي تدفع الاوراق. ملي كيصيفطوا الملف ديالك هنا لالمانيا لواحد البيرو هنا سميتو اوسلاند بيوردا، مي كيمشي لذاك الاوسلاند بيور دوك كتدرسو الدوسي ديالك الكلام ديالو والكلام ديالك نتيا ولا انت، في حالة الا شكو فيك كيعيطو للقنصليه هنا كيعيطو للقنصليه في الرباط في المغرب، كيقولوا له خصنا نديرو مع هاد السيده ولا السيد انترفيو، كيعيطو لك نتيا واحد المده ديال سيمانه ولا 10 ايام، كيعيطو لك كيقول لك اودي اجي وجيبي الباسبور ديالك نهار الوا فلاني، احنا ما كنبلعوش من الاثنين حتى للجمعه التوقيت اجي. وشحال من واحد كيدير واحد الغلط وما عارفش، هو صاحبته غادي يديروا معها انترفيو بوحدو، ولكن راهم الطرفين بزوج الاخر كيكون هنا في البيرو في المانيا وكيكون اتصال بيناتهم، وانت كتكوني في ولا انت كتكون في القنصليه تاع المانيا وكت في نفس الوقت في نفس الساعه في نفس المينوت كديروا انترفيو. وشنو هما الاسئله نتاع الانترفيو؟ الاسئله هما كيدخل لك في الشخصيه ديالك وفي الشخصيه ديالو هو. ولكن انت يا اختي كنوصيكم هذه
حاجه مهمه انتيا ولا انت، الا كنت باغي هاد السيده ولا هاد السيده باغيتك نيشان، راك تعرف عليها كل شيء، فهمت؟ لحقاش اغلبيه في ابسط الحوايج كيديروا لهم الرفض، ابسط الحوايج كيديروا لهم الرفض، بحال نقولوا غير يقولوا لك كي سميت خوها وانت ما تجاوبش على هاد السميه ولا نسيت ولا كذا، هذا يقول لك كيمشيو ديما لديك الحوايج الغلط، وكي حاجه بسيطه كيرفضوا لك عليها الفيزا. اول حاجه ملي كتمشي كتخلط كيديروا معك الانترفيو كيقول لك فين عرفتيه اول مره، نفس الاسئله، اول مره فوقاش عرفتيه، ليضات اللي جا عندكم فين المغرب، شحال جا عندك في شحال جا عندك من مره للمغرب، شحال جا عندك الماكله المفضله دي، يقدروا اي حاجه يقول لك الماكله المفضله ديالو، شحال يلبس في النمره نتاع التريكو، شحال يلبس في النمره نتاع الصباط السبردينه ولا الصباط، كي داير التحسينه اللي كيديرها، وشنو هو طبايعو الكولور كي داير اللي كيبغيه، ونفس الاسئله كيسولوها لهذاك الطرف اللي هنا في المانيا، وشنو كتبغي وشنو ما كتبغيش وكهادي وهادي. ومن الاحسن يعني من الاحسن اي ملي كتكونوا هنا في المغرب ولا انت وراجلك ولا انت ومرتك ولا، تبقاو ديروا لي فوتو بزاف، تبقاو ديروا لي فيديو لي فوتو، يعني تفوتوا الوقت، واخا حتى في الدار تكون انت وياها غير في الكوزينه، راها مرتك راها الحلال ديالك، تكون فيها انت وياها في الكوزينه دير تصاور انت وياها، التصاور نتاع العرس، التصاور نتاع الخطوبه، التصاور هادو كاع خليهم عندك، وما تهضروش شي هضره اللي في لحقاش شي مخطرات كيقول لك جيب لنا الكونفرساسيون تاع الواتساب تاع الفيسبوك، واول مره فين تعرفتو خصك ما تمحيوهاش هذوك الكونفرساسيون، اول مره عاوتاني فين تعرفتو واش في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في شي موقع، خصكم تقولوا الحق كلشي الحق، لحقاش كينسيوكم ابسط حاجه كيديروا لكم عليها الرفض. اخوتي هاد الحوايج كاملين خصهم يكونوا عندكم، يعني ما تغلطوا حتى في شي حاجه، وشنو كتعرف عليها وش كتبغي وش ما كتبغيش، الماكله اللي تبغي الماكله اللي ما تبغيش، وش مخطرات راه ما كيقول لكمش هاد الاسئله كيقول لكم غير النص، وش مخطرات راه ساعه ولا جوج سوايع وانت في الانترفيو يسولوك، من بعد كتمشيو مي كتمشيو هو كيمشي لدارو وانت كتمشي لدارو، من بعد الى لقاو غير شي حاجه نتاع الغلط ولا نتاع الشك ولا غلط نتا في شي حاجه ولا نفس الهضره ماشي نفس الهضره كيديروا لكم الرفض. اخوتي ويا اخي بحاجه هذه، يعني حتى واحد ما كنبغي عليه يطول في داك يعني يطول في هذه المساله هذه، يعني بنادم خصو يكون عاقل، خصو يكون الا كنت تبغيها وتبغيكم انا واش طمع ولا هي ما انا واش طمع، هاد الصوالح راهم عاديين غادي تعرفهم، كي سميتها كي سميت خوها كي سميت باها هما كيسولوا غير العائله ديالها، باها خوتها هادي، يقدروا يقولوا لك صاحبتها المفضله شكون هي، الدار شحال عندها متيمه، شحال عندها مبيت في الدار، كي دايره الدار ديالها، واش عندها البالكو، واش عندها كادي، يقدروا يدخلوا لك هاد الصوالح هاد. ومن الاحسن اخوتي بنادم يعني يكون يعرف، يعني الا كانت تبغي واحد الشخص يبغيك راه تكون تعرف هذا الشيء هذا، هادو هما اسباب الرفض، يعني اونداس بروتين 100% هادو هما اسباب الرفض اللي كيرفضوا لك، يعني بنادم ابسط حاجه يعني تافهه يقدر ينسى غير سميت خوها، يقول له كي سميت خوها يبقى يتفتف صافي، فهمت؟ وراه هي مركي اول مره باش مشي تدفع الترمين راه يمركي عاود ثاني، راه يكون يمركي تماك، هذا هو خوتي اللي هادو هما اسباب الرفض. ونقول لكم اخوتي يعني في حاله الى ما رفضوا لكم الله ينجيكم، شنو خصك دير؟ يعني نهار ملي كيعيطوا لكم كيقول لكم اما اجيو ديو الفيزا ديالكم، ولا يقول لك ولا كيصيفطوا لكم بريه كيقول لكم ودي راه حنا رفضنا، والسبب راني قلت لكم اخوتي، وبنادم مين يرفضوا له وشنو هو وشنو خصو يدير. سمحوا لي اخوتي راه تقطع لي الفيديو جاتني واحد الابي. المهم مين كترفض لك في حاله ترفضت الله يستر الفيزا وجاك الرفض، واش اول حاجه كتجيك البريه، اول حاجه وشنو خصك دير؟ اول حاجه كيعطيوك في ديك البريك يقولوا لك داك النهار اللي جاك الرفض فيه كيعطيوك المده ديال شهر باش دير الاعتراض، يعني هادشي يعني باش تعترض، يعني تقول لهم هادشي راه ماشي معقول كذا وكذا،
يعني ابتداء من ذاك النهار كيعطوك شهر، الا فات شهر ما عندكش الحق دير الاعتراض. وهذا الاعتراض يعني موجه كما نقولوا لصحاب لم الشمل التجمع العائلي هنا في المانيا اللي قاري الاينس، ما هذوك اللي شوديغين اللي كيقراو في الجامعات وعندهم البي اينس وكذا، هذاك يعني حاله خاصه. يعني نتوما اللي عندهم الاينس يعني عارفين باللي ما عندكمش اللغه مزيانه وما عندكمش اللغه بزاف، يعني تقدروا تكتبوهم غير بوحدكم. الا ما عرفتوش تكتبوهم بوحدكم يعني تيفط الراجل ديالك ولا الزوجه ديالك تكتبوا لك هنا بالالمانيه وتصيفطوا لك وانت تصيفطوا لهم. وهذوك اللي كيقراو هذوك اللي عندهم بي انس بيت سباي هذوك ضروري يكتبوه بوحدهم. نتوما تقدروا حتى النوتير ولا شي كتاب يكتبهم لكم، يعني داك الاعتراض تكتبوه يعني باللي انا ما علاش وكيفاش هذاك راه ساهل داك الشيء. هذا هو المهم. في حالة الا جاكم هذا الاعتراض الله يستر، شحال من واحد كيقول لي خويا، شحال من واحد كيكتب لي في الانستغرام كيقول لي خويا واش ندير محامي واش ندير كذا واش ندير كذا. شوف اخوتي الا درتي المحامي كيتطلب واحد العام اللي كيبقى يدير الاجراءات وكل ملف ديالك يمشي حتى لبرلين يعني لديك المحكمه العليا وكتستنى التور ديالك عام عاد باش يوصل داك القاضي باش يوصل له الملف ديالك. من بعد ما يوصل له الملف ديالك استنى فوقاش يجي التور ديالك. فهمت اخوتي؟ يعني من الاحسن المحامي كيدي غير الفلوس وما غادي يدير الكوار. هذه في النظر ديالي انا، هذه في حاله انت ملي كدير انت داك الاعتراض ديرو غير بوحدك. من ديرو بوحدك يقدروا يجاوبوك، ما الا درت لمحامي ما غاديش ما غادي غادي تطول القضيه بزاف. هذه في حاله الا زادوا من درت الاعتراض ولا رفضوا لك عاد دير المحامي. فهمت اخوتي؟ وهذه هي يعني اعطيتكم هذه المعلومات 100%. ان شاء الله يكون الخير، نطلب ربي يسهل عليكم كاملين ان شاء الله. وفي اي موضوع بغيتو نهضر لكم عليه ولا بغيتو شي حاجه تعرفوها ولا اي حاجه، ما عليكم تكتبوا لي غير في الكومونتير وانا نعطيكم الاجوبه ان شاء الله. واش بغيت نقول لكم عاود، بنادم ما يديرش في خاطره وما يعمرش راسه، هذا الشيء راه ساهل وهذا الشيء راه يعني غير عقل. روح معاه غير ايطاب ايطاب، ورقه بورقه، اللي قالوا لك قول لهم. يعني عاوتاني اسباب الرفض اللي كيكون هنا في المانيا، شي مخطرات الراجل الزوج ديالك ما يكونش كما نقولوا ما يكونش الدار تكون عنده ناقصه، ما تكون عنده غير بيت ولا جوج بيوت، يعني ما غاديش تقدر يتكلف بك كامل، ما كتكونش عنده الخلصه ديالو، يعني اللي هي ما خص تكون عنده واحد الخلصه اللي يقد بك انت، ما تكونش عنده الاقامه، ما يكونش عنده يعني تكون عنده غير واحد، المهم ما يكونش مستقر هنا في المانيا، ما يكونش مستقر 100% هنا في المانيا. هذا الشيء عاوتاني من اسباب الرفض، يعني ما تكونش عنده دار كبيره، ما يكونش خالص واحد الخلصه اللي هي كتقدك وتقدو هو، باش يعني كيما نقولوا باش يهتم بك. ما كتكونش عنده واحد الخدمه اللي مستقره، ما كتكونش عنده واحد الخدمه اللي مزيانه. هادو هما الاسباب اللي عاوتاني كيخليو بنادم باش كيرفضوا له الفيزا. اما بالنسبه للاجنبيه ولا الاجنبي ما كانش مشكل، واخا تكون تخلص غير من الدوله هنايا يجيبوك الا كانت مريقلك وقتها. شوف انا بالتجربه ديالي الا كانت قاوريه ولا قاوري المانيه ولا الماني ما كانش مشكل، تكون خدامه ولا ما تكونش خدامه، واي واحد يقول لك لا ولا كذا انا نتحدى، تكون خدامه ولا ما تكونش خدامه، المهم تكون عندها دارها راه باين اي واحد هنا عنده الدار، ما كيخليهمش ينعسوا في الزنقه ولا واخا تكون تخلص غير من الدوله منايا تجيبك، لحقاش هي بنتهم المانيه، يعني نطارق غادي تجي عندها هي وغادي تجي تجمع العائلي بزواج، ما غاديش تجي خدمه ولا قرايه، يعني بالسيف عليهم يعطوك الفيزا. في حاله الرفض الا كانت كبيره عليك بشي 30 سنه ولا يقول لك هذا راه ولا 40 سنه ولا 20 عام، يقول لك هذا السيد هذا راه باين راه غادي يزعق عليها ورا غادي يجي هنايا. فهمت؟ هما ما كيبغوش يعني الدوله ديالهم ما كيبغوش يزعقوا على يعني المغاربه يزعقوا والعرب كاملين يزعقوا على بناتهم. هذا هو السبب اللي كيخلي عاوتاني الرفض.
يعني نتمنى لكم ان شاء الله الخير، ونتمنى لكم كاع يعطوكم الفيزا ان شاء الله، وكاع اللي راه في هذا المسار هذا ربي يسهل عليه والله يسهل عليكم. هذا هو اخر ديال الفيديو، نتمنى لكم ان شاء الله تبارطاجوا الفيديو ان شاء الله، نتمنى ما تكونش ثقيل عليكم، وتبارك الله عليكم. اي حاجه بغيتوها اكتبوا لي في لي كومونتير، الانستغرام راه ديالي لتحت وغادي نجاوب. تبارك الله عليكم، بغيتي تشوفوا معايا شويه الطبيعه.